ليفت لانج او المدياستاينال سيرفيس بتاع الليفت لانج، باخد المدياستاينم على الليفت سايد. زي ما قلت لك هنا انا ما شفتش المنظر ده لما شلت اللانج والبلورا، ابتديت الاقي ايه؟ ادي الهارت. طب ده انهي جزء من الهارت؟ ده الليفت فنتركل. طلع منه ايه ده؟ قال لك ده الارش بتاع الاورطه اهو باين. نيجي بعد كده ليفت سبكليفيان ارتري، بعد كده ليفت كومان كاروتيد ارتري. هنا ده الارش اهو بقى ديسندنج ايه؟ اورطه. ورا ليفت سبكليفيان ارتري في هنا اوسوفكس، تحت في كمان اوسوفكس. بين الهارت وبين الارش والديسندنج اورطه في الروت اوف ذا ليفت ايه؟ لانج. هنا ابص الاقي ادي برونكاس اهي واحده، طبعا هنا مقسومه اتنين، هي بقى القطع كان شديد شويه فبان كانهم ايه دخلنا في ديبر استراكشر لما اتقسمت، لكن هي واحده. وهنا قدامنا فوقها في بالمونري ارتري اهو، في قدامها فوق قدام البرونكاس اللي هو سوبيرو بالمونري فين هنا، وتحت هنا في انفيرو بالمونري فين. يبقى ادي برونكاس وهنا بالمونري ارتري، وده سوبيرو بالمونري فين، وهنا في انفيرو بالمونري فين. دول المين ستراكشر. خد بالك في حاجه، بلاحظ هنا في نيرفين اهم، فيجاس اهو وفرينك اهو. طب هعرف الفيجاس من الفرينك ازاي؟ قال لك الفيجاس دايما دايركتد ورا، ان هو هنا بيعمل هنا البوستيرو بالمونري بلكسس كده، وبيطلع كمان ريكارنت لارينجيال نيرف. دايما الفرينك بينزل هنا ان فرونت اوف ذا روت اوف ذا لانج، يبقى ده بريكاردال امبريشن ليفت فينتركل، ارش اوف ذا اورطه، ديسندنج اورطه، ليفت سبكليفيان، ليفت كومان كاروتيد، وبعدين هنا اوسوفيكاس، وتحت هنا ايه؟ اوسوفيكاس. طبعا ده هنا ايه؟ ده فات. الاستراكشر دي كلها هتطبع على اللنج اللي هي الميدياستاينال سيرفيس اوف ذا ليفت لنج. ادي المنظر اهو، ادي الميدياستاينال سيرفيس اوف ذا ليفت لنج اهو. خد بالك ادي بريكارديال امبريشن او الكاردك امبريشن ليفت فنتركل، ده ارش اوف ذا اورت. هنا ديسندنج اورت، ده جروف فور ذا سبكليفيان ارتري، وبعدين هنا قدام المفروض جروب فور ذا كومان كاروت ارتري، ورا جروب فور ذا ايه؟ اوسوفيكاس، تحت هنا جروب فور ذا ايه؟ اوسوفيكاس. ده بيبقى قدام الديسندنج ايه؟ اورت. هنا روت اوف ذا ليفت لانج، ده برونكاس، وبعدين هنا بالمونري ارتري، كل ده سوبيرو بالمونري فين، وده انفيرو بالمونري فين. طبعا دي ليفت لانج اتاكدت ايه؟ فيشر واحد اللي هو اوبليك فيشر، اللي هو هو ده اوبليك فيشر. في هنا الانتيرو بوردر اهو، في ادي هنا كاردياك نوتش، الحته دي اللي هي عباره عن ايه؟ الكاردياك نوتش. البروز اللي تحت ده اللي باين هنا ده اسمه ايه؟ لينجولا. طبعا هنا ده سيرفيس، ده اللي هو عباره عن الدايفراجماتيك سيرفيس. فما ننساش لو حط لي اي علامه هنا بدل الارش اوف ذا اورتا. خد بالك انا مركز على الارش اوف ذا اورتا ليه؟ لان لو حط لك العلامه فوق الروت اوف ذا لانج او الهايلم اوف ذا لانج في الرايت يبقى الارش اوف ذا ازايجوس، لكن في الليفت ده عباره عن الارش اوف ذا ايه؟ اورتا. فده الارش بتاع الاورتا، ده الديسندنج اورتا، ده بريكاردال امبريشن، ده جروب فور ذا سبكليفان ارتري، وده جروب فور ذا كومان كاروتيد ارتري. ده هيجي لك في الامتحان بقى اللي هو بالريتن، ترسم بوستيرو بوردر، ترسم انتيرو بوردر. خد بالك لما باجي ارسم الميدياستاينال سيرفيس بتاع الرايت لانج الليفت لانج بيبقى دي شيب، ادي البوستيرو بوردر اهو هو ده، وده الانتيرو بوردر، يبقى والشكل كده شكل حرف الدي. بس ما ننساش احط هنا كاردياك نوتش، وما ننساش احط هنا ده اللي احنا بنديله اسم بيسموه ايه؟ لينجولا. ده بريكاردال امبريشن ليفت فنتركل، وبعدين ده الارش اوف ذا اورتا، وده الديسندنج اورتا طالع من الارش ليفت سبكليفيان، وده ليفت كومان كاروتيد، بينهم في نيرفين، ده فرينك نير اهو، وده الفيجاس نير. اتاكد ازاي؟ الفيجاس يمشي ورا روت اوف ذا لانج، والفرينك بيمشي انتير تو ذا روت اوف ذا لانج. ده السوفيجيال امبريشن ومعاها الثوراسيك ضغط،
وتحت هنا برضو ايه اوسوفيجيال ايه امبريشن، ده الروت اوف ذا ليفت ايه لانج. ده رسمه لوحدها المين ستراكشر باسنج ثرو ذا ليفت ثرو ذا روت اوف ذا ليفت لانج. ادي برونكاس اهو، فوقها بالمونري ارتري، ده هترسم باللون الازرق سدور بالمونري فين، وهنا انفيرو بالمونري فين، وهنا دي كل دي البلورا، وبتجمع تحت بتعمل ليجامنت اسمها بالمونري ايه ليجامنت. ده المين ستراكشر